متابعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى البودكاست اليومي من موقع لبنان الكبير. كتب رامي الرئيس في مقالته بعنوان بداية الحل من لبنان، يقول: تحقيق الخرق في الجدار السياسي السميك الذي يحيط بالانتخابات الرئاسية اللبنانية بات يتطلب ما هو أعمق من بعض الخطوات التي قد ترتدي الطابع الفلكلوري وتبقى قاصرة عن تحقيق الهدف المرجو منها، حتى لو أنها ربما لاقت الاستحسان عند بعض شرائح الرأي العام. المطلوب هو الانطلاق في الحوار الجدي للخروج من المأزق الذي كلما استطالت مدته كلما زادت تعقيداته، والبداية تكون عبر الإقلاع عن إطلاق المزيد من الشروط لرفض الحوار، تارة تحت عناوين دستورية وتارة أخرى تحت مسميات وصفات طائفية ومذهبية، لإغراق الشارع بخطاب تعبوي لا يخلو من الخطورة. وكتبت روان بودرغم في مقالتها بعنوان لقاء كليمونسو بين ثقة بفرنجية وموافقة ضمنية على قائد الجيش، تقول: لو كان القرار الرئاسي بيد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط وحده لمضى بزعيم تيار المردة سليمان فرنجي رئيسا للجمهورية، لسيما أن الزعيم الدورسي شخصية تسوية ولديه استعداد للسير في أي اسم ماروني يحصد التوافق. ولكن مشكلة فرنجية تكمن في أن النائب تيمور جنبلاط لا يستطيع أن يدعمه رئاسيا، تماما كما كان موقفه في انتخابات رئاسة المجلس النيابي برفض دعم الرئيس نبيه بري، تماشيا مع انتفاضة اللبنانيين على قيادتهم وانتهاجا لتغيير وسيرا في الإصلاح السياسي والاقتصادي. أما فاطمة حوحو فكتبت في مقالتها بعنوان التسوية لم تستوي والحزب يريد أن يأكل الجميع من طبخته، تقول: من جديد أخفق النواب اللبنانيون في انتخاب رئيس للجمهورية في الجلسة 11، وكان ذلك متوقعا ودليلا على أن طبخة التسوية لم تستوي بعد، وهناك فشل واضح في مساعي التوصل إلى اتفاق داخلي ملائم، ما يدل على أن الجميع مأزوم وفي دوامة. وأثبتت الانتخابات النيابية الأخيرة أن لا أحد يستطيع أن يقدم أكثرية، والخطورة تكمن في الضغط النفسي الذي يمارسه البعض بحجة ملء الفراغ في الرئاسة والاستعداد للذهاب إلى الانتخاب، وقد يؤدي ذلك إلى حصول تسوية ما تحقق أهداف حزب الله ومصالحه. لمتابعة مقالاتنا كاملة وكل مقالات كتابنا تابعونا على الموقع الإلكتروني grandlb.com وعلى كل منصاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي.